فما اتفاق مبدا على الاقل على المحتوى نتاع البيان اللي خرج من هنا مع بالطبع نزيدوه نقطتين او ثلاثه اللي تم التطرق ليها واللي مش موجودين في البيان. وهذا قاعد نقول ماذا بينا نتفاعل حتى ناخذ حتى 48 ساعه فبلوس معناتها البارميلي اللي بعثوا لنا النص هذايا اللي عنده ملاحظه اخرى تتزاد باش بعد نرجعوها. والله هو بالنسبه لي انا ك ما نجمش نقول باعث عقاري لاني عملت مشروع واحد يعني ما زلت في بداياتي في القطاع، ولكن هو تفاعل اكثر مع بادره ومبادره من بعض الخيان بانه نتلموا، لانه في اخر الامر نحس انه اليوم القطاع هذا يحتضر يعيش في ولكن اللي داير به هو اللي يخليه في وضعية حرجة مثل تقريبا كل القطاعات. ولكن وقت اللي نعرفوا أنه كيف ما يقولوا كون الباتيمون فا تو فا، وقت اللي نعرفوا قيمة القطاع هذية في تحريك الاقتصاد متاع البلاد، وقت اللي نعرفوا أنه فما أكثر من 500,000 شخص بطريقة مباشرة قاعدين يعيشوا من القطاع هذا، وتقريبا ما يفوق 1,000,000 تونسي قاعدين يعيشوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة من هذا القطاع، نعرفوا الأهمية متاعه. التهميش متاعه ما يخدم صالح حتى حد، لا يخدم صالح الدولة ولا يخدم صالح القطاع ولا يخدم صالح المواطن. اليوم تحس في أنه في وسط القطاع الناس عندهم يعني ضغط كبير برشا، الناس تحب تفرغ قلبها، تحب تحكي، تحب تلقى حلول، لأنه معناتها مش مدامه مازال يتنفس زيد انزل عليه. الواقع هذية ما هوش صحيح، مش على خطر فما صورة مغلوطة في أنه الباعث العقاري مستكرش والباعث العقاري عنده فلوس وعنده كذا، ولكن الصورة المغلوطة هذه أنا ما نقولش أنه المواطن وحده هو اللي غلط ولا الدولة وحدها هي اللي غلط، حتى القطاع نفسه غلط. نبدأ بالنقد الذاتي، نبدأ علاش احنا ما نجمناش نسوق الصورة حلوة الصورة صادقة للواقع متاعنا. علاش اليوم الباعث العقاري اللي هو محسوب عليه كل شيء ما يمثلش حتى 10 ولا 15% من المشهد العمراني اللي قاعد يخرج للبلاد؟ عليه اليوم معناتها اكثر من 75 ولا 80% من اللي قاعد يتبنى في تونس قاعد يتبنى بطريقه مهمشه وبطريقه يعني مرتجله وبطريقه يعني فوضويه. نسلمه في السيكتور هذاك الفوضوي اللي هو وقت نقولوا احنا حاجه فوضويه معناتها ما تخضع لحتى شيء، ما تخضع لحد شيء، يعني لا الدولة مستفيدة منها لا على مستوى الأداءات لا على مستوى يمشي معناتها يشري المواد البناء يشريهم من غير لا فاتورة لا تفايا لا غيره، يمشي معناتها يعني سي لانارشي توتال. نسلمه في لانارشي هذيك ونشوفه القطاع اللي هو ما نقولش أنا إلي بارفي ولكن إلي أن فوا دو ستركتوراسيون، نجي نقعد نضرب فيه ضربة تلو الأخرى باش نبركه في صالح شكون؟ ما في صالح أحد. إذا فما حلم لبعض أشخاص أنه وقت القطاع هذية مش يتضرب راهو سكن مش يرخص وكذا، هذي غلط، هذي مغلوط وما توجدش في حتى يمكن توجد في بعض دول في ظروف معينة، ولكن معناتها الحمد لله يا ربي احنا في تونس عنا انسرتين يومينيتي، يعني احنا عنا حصانة وعنا ما يحمينا من أنه القطاع هذا يقدم قطاع محمي. اليوم وقت اللي نحطوا اليد في اليد الناس الكل، وقت اللي الناس كلها ما تتشتتش تبدأ الأفكار واضحة، نحاولوا باش نقدموا خدمة للمواطن ويحس المواطن أنك أنت قاعد تجتهد وقاعد تتعب باش توصل له المنتوج في أحسن حلة وفي أبهى حلة، لأكيد أنه مش يتفاعل معك. يظهر لي هذا الشيء اللي خلانا اليوم نتلموا كما قلت لك، ما ثماش يعني لا عنده إطار لا سياسي ولا إطار جمعياتي ولا إطار كذا، يعني نجم نقول هي مبادرة عفوية من ناس عايشة في وسط القطاع، ما نجمو إلا نثمنوها، ما نجمو إلا ننصهروا فيها ونحاولوا باش نقدموا للقدام يعني.